في فقرتنا هذه خلينا ننتقل للفن والإبداع. ضيفتنا اليوم متميزة، قدرت إنها توفق بين حلمها بأنها تكون طبيبة أسنان وبين هوايتها في الفن التشكيلي، وقدرت إنها تدمج بين الحلم والموهبة بطريقة جدا مميزة. أكيد نتعرف عليها معنا في الاستوديو مدى القحطاني، فنانة تشكيلية. أهلا وسهلا بك يا مدى، منورتنا. شكرا طبعا على وجودي معكم اليوم. احنا جدا سعيدين بوجودك معنا. ولكن خليني أسألك، أنت ما شاء الله طالبة بتدرسي طب أسنان وفوق كده عندك موهبة الفن التشكيلي، لماذا لم تكملي في الفن التشكيلي إذا كان هو موهبة منذ الطفولة؟ في الواقع أنا جدا عندي شغف بالعلم، ويعني كنت أساسا كان ودي أدخل طب بشري، لكن لأن عندي حس فني فساعدني باختيار مجالي المهني أكثر. مع أن طب الأسنان يعتمد أكثر شيء على الهاند سكيلز أو المهارات باليد، كمان ساعدني بأنه أميز إيش المجال أفضل لي. حلو. يعني دائما نقول أطباء الأسنان فنانين، أنت فنان لأنه يرسم، لأنه لازم يكون فعليا دقيق، لازم يكون حقيقي فنان في داخله فنان. لكن أنت يمكن فنك جاء على شكل طب أسنان أو مجالك اللي قاعد تدرسينه وحابته، وكمان كفنانة تشكيلية، فكيف أنت دمجتيهم؟ كيف استفدتي من هذا على هذا؟ حكينا عن الموضوع. في الواقع من ناحية الدمج من غير يعني أي مخطط، هو كذا يجي معاي وين ما لقيت راح ألقى أستخدم فني بكل مكان في مجالي أو في مجال غير طب الأسنان أيضا. لكن برضو هذا الشيء ساعدني أيضا بالمجلات العلمية اللي تخص طب الأسنان، في بعض الرسومات التوضيحية يحتاج لها أنها تنرسم عشان تكون أوضح للقارئ، فهذا الشيء ساعدني أنه أرسم مثلا شكل الأسنان كيف راح يكون شكلها وإلى ذلك. إحنا عندنا صور على فكرة إذا نقدر نعرضها، رسمتي فعلا أسنان اللي هي طبعا هذه رسمتك، كأنها صورة ما شاء الله فيها دقة عالية رهيبة. هذه جت شلون؟ زي أي طالب طبعا قاعد تشوف سلايد، هذا استخدمت برنامج على الآيباد، في الواقع هو حق نوت كنت أسجل ملاحظاتي فيه، فحبيت أني أخذ بريك. البرنامج ما في أي شيء يدعم الرسامين نهائي، عبارة عن أشياء جدا بسيطة لكن صنعت منها شيء، وهذا كانت النتيجة. طيب مدى، إيش نوع الفن اللي تحبين ترسمينه أو تمارسينه؟ الفن التشكيلي أكثر شيء، برضو بجميع صراحة نوع الماتيريالز اللي استخدمها، الألوان الزيتية، الألوان الأكريليك، برضو أيضا الفحم، وحاليا قاعدة أجرب أستخدم الديجيتال. طيب أكيد في رسالة أنت حابة توصلينها من ذا الشيء. أي رسالة في الفن اللي أنت قاعد تشتغلي، كيف دمجت الفن مع شغلك، مع دراستك، مع تخصص مجالك؟ الرسالة اللي بوصلها للأمانة أن أي شخص، أنا متأكد أن حتى لو أنا اخترت تخصص مهني إلا في شيء فيني أنا يكون عندي شغف فيه، كل أحد فينا عنده شيء هو أو شيء يحبه أو شيء موهوب فيه أيضا، فما حبيت صراحة أني أنسى مجالي المهني، وأيضا برضو عندي شغف في طب الأسنان فدمجتهم مع بعض. يعني برغم ما شاء الله دراستك لطب الأسنان، ممكن كمان تكوني بتشاركي في مؤتمرات أو معارض أو غيره. نعم. فكلمينا عن هذا الموضوع، عن مشاركاتك. بدايتي كانت بالأنشطة الطلابية التابعة لجامعتي، جامعة رياض العلم، منها بديت أشتغل برضو على لوحات تخص أمير منطقة الرياض لرعاية حفل الخريجين جامعتنا. بعدها بديت أنتقل للمؤتمر السنوي للجمعية السعودية لتقويم الأسنان، وقتها خلالها سويت رسمة على عرض مباشر، تقريبا كانت مدتها 3 دقائق إلى 4 دقائق. أنت رسماتك يعني بس بتكون عن الأسنان؟ أكيد. لا أكيد طبعا، بس اللي بتشاركي فيها أقصد، اللي بشارك فيها في مؤتمرات اللي تخص الأسنان طبعا بيكون فيها هذا. ما شاء الله روعة. يعني نعرف مدى أن الطب حتى الأسنان وتحديدا الأسنان ممكن ياخذ وقت طويل. صحيح. في دراسة، في دوام، في اختبارات، في تطبيق، في إلى آخره، وكذلك الفن. صحيح. في لوح تاخذ شهور سنين جداً. مع الفنانين، فأنت كيف قدرت توزنين؟ ويعني دائما يقول لك سددوا أقاربه، فأنت ما تبين تقصرين هنا وما تبين تقصرين هنا، لأن الاثنين أو المجالين تهمك، فأنت كيف قاعدة تتعاملين مع موضوع الوقت؟ في الواقع موضوع الوقت بالنسبة لي كان تحدي أكيد، لكن أنا ما اخترت مجال الفن كمجال ضروري أو مهني، كان مجال تنفيذ لي، تنفيذ للطاقة اللي أنا أخذها من الدراسة، بحيث أنه وقت البريك، وقت الضغطات أروح ألجأ للفن.
فمنها قدرت اني اهدي نفسي، اراجع نفسي كذا بين فتره، في نفس الوقت اسفت بلوح فنيه جدا جميله. ماذا، خليني اسالك، وش اكثر رسمه انت رسمتيها اقرب لك؟ اكثر رسمه كانت فتره الحجر، ما ادري اذا انعرضت هنا او لا، بس كانت فتاه يكون فيها كل اللي حوالينها شيء اسود، لكن مع ذلك ما زالت تبتسم. وقتها هذيك الفتره اكيد كل احد كان عنده مخاوف، لكن قد المخاوف اللي كانت عندنا الا ان كان عندنا امل بان كل شيء راح يكون كويس وثقه بدولتنا باذن الله. يعني احنا بنشوف كمان ما شاء الله فيديو لرسماتك وطريقه رسمك، فكلمينا عن التكنيكس اللي بتستخدميها في الرسم، يعني واضح انه شيء احترافي وشيء جدا مميز، فكلمينا عن هذا التكنيكس. هذا التكنيكس طبعا كل شخصية أنا أحب أرسمها يكون لها شيء مثلا أقرأ عنه. مثلا عندنا المعرف بسنعوس، في الواقع من الأشخاص اللي جدا حبوا أنهم يدعمون الفنانين والفنانات وسبب هذا الشيء، في نفس الوقت هو قارئ ويحب الكتب، فحاولت أني أستخدم شغفه بالشيئين بأني أعمل له لوحة، فعملت له لوحة من الكتاب وشوية مع لمسات الفرشة، فكانت هذه النتيجة. هذا هو الإبداع صراحة، يعني هذا إبداع. الله عليك، استخدمت الكتاب كأنه فرشة. بالضبط، حبيت. هو يهوى القراءة، حبيت أني أوصل له هالشيء فاستخدمت الكتاب. طب إيش ممكن تقولين للبنات مثلا اللي يكون عندها موهبة أوريدي وهي عارفة هذه الموهبة بعدين انشغلت مثلا في حياتها العملية في الدراسية أيا كان السبب، لأنه نشوف يعني مواهب مدفونة. صحيح. حرام ويكون اللي دافنها راعي الموهبة. صحيح. للأسف، فإيش ممكن تقولين لها، إيش رسالتك لهم، كيف ممكن تلهمين هذول البنات أو الشباب أيا كان؟ طبعا أنا أقول دائما لا تأخذون الموهبة شيء أساسي لازم يطبق أو تضغطون على أنفسكم، خذوها كأنها قدرات، القدرات هذه تستغلونها بأنكم تبدعون في مجالكم المهني في عملكم، فكذا تقدرون توفقون بين الشيئين. طبعا يعني أنا ودي بس أعرف عن مدى شيء معين، أول رسمة لك مدى، هذه يعني أهم رسمة، أول رسمة لك وحسيتي فيه كان تفاعل أو حسيتي من العائلة أو صديقاتك، تذكرين وش كانت؟ أو هل عندك إياها تحتفظين فيها إلى الآن؟ أتذكر وش كانت، في الواقع أنا وقت ما كنت أرسم تقريبا من يوم أنا صغيرة، بس عمر 9 سنين تحديدا بديت أسمع كلمة فنانة في المدرسة في البيت في كل مكان، بعد رسمة واحدة كانت رسمة عشوائية جدا كانت بأكريليك، الأستاذة وقتها في المدرسة كانت تشرح على شيء معين رسمه، ما حبيت الفكرة فقلت لا برسم بطريقتي أنا اللي أبيها. حلو. يوم عطيت الأستاذة انبهرت فطلبتها مني وأكيد ما رفضتها، جلست عندها ومن هنا عرفت أنه لا لازم أشتغل على نفسي. لكن من ناحية الرسم، الرسم الشخصيات في الواقع كانت من رسمة واحدة هي للملك عبد الله يرحمه في اليوم الوطني، ما شاء الله عليك. بعدها عرفت أنه أنا أقدر برضو أرسم شخصيات أخرى. طيب مدى، لكل فنان طقوس معينة، يعني في فنان يقول لك أنا ما أعرف أرسم إلا وأنا مثلا قهوتي، شاعر مثلا معين يقول لك أنا ما أعرف أقول قصيدة أو أكتب قصيدة إلا بسبحة بإيدي. صحيح. أنت إيش المود اللي يخليك تبدعين؟ أصدمك، الضغط. أنا إذا انضغط بدعت. والله إذا انضغط بدعت، فممكن برضو ضغط دراسي ساعدني إني أبدع أكثر، طلعي طاقتك. بالضبط، صح سريع. يعني في وقت فراغك بتقضي انه بتتعبي من الدراسه تقومي ترسمي تطلعي هذه، لا ما تقول وقت فراغ، تقول ضغط. اذا انا مضغوطه يعني ضغطك زينك، انت زعلانه متضايقه شيء يخليك تطلعين فنك. يو خاف كثير يزعلونك عشان يبون يشوفون فنك. ما شاء الله عليك يا مدى، يعني انا لاحظت رسمه لشريهان، انا من اول ابغى اسال، شفت شريهان وصراحه الصوره جدا جميله. وقتها كان فترة العيد، عيد الفطر، كان في مجمع ضيافة في بلنتي. طبعا أنا حابة أني أشكر بلنتي صراحة لأنه دعموا صراحة الشباب السعوديين، كان كل اللي هناك تقريبا سعوديين، كان كل أحد حاب يعني يشتغل على شغفه، تلاقين الديزاينرز، تلاقين العطور، كلها براند سعودية، وهذا شيء جدا أنا فخورة فيه. فوقتها أعطوني فرصة أني أشارك موهبتي هناك، وكان برضو اختاروا شخصيات قديمة، كان هذا الكونسبت وقتها، فاخترنا شريهان بأننا نرسمه، وهذه طلعت النتيجة. ليش شريهان؟ ليش اخترت الشريهان بالذات؟ ما أعرف، أيقونة الجمال. أيقونة الجمال وكل حاجة صراحة.
جميل جدا. طيب احنا الحين يا مدى داخلين على موسم الرياض ان شاء الله. ان شاء الله كلنا متحمسين على موسم الرياض. هل لك مشاركه؟ هل لك نيه انك تشاركين؟ شفنا مشاركات كثيره يمكن في الموسم السابق، فوش رايك؟ صراحه انا اطمح ان في المستقبل القريب ان تكون لي فرصه اني اشارك موسم الرياض او على الاقل في يوم الوطني. طبعا انا جدا مهتمه بهذه الفعاليات واطمح باذن الله. مدى بكره ان شاء الله في المستقبل أي. تتمنين اسم دكتورة مدى ولا الفنانة التشكيلية مدى؟ طماعة على شوي بقول اثنينهم. حلو حلو الطمع بالعكس. أي. ليش لا ان شاء الله؟ انا احب الطمع لا وليش لا يعني انه تحققي شغفك وطموحك وتجمعي بين الاثنين، والاثنين اصلا فن يعني انه مكملين لبعض، ليش لا يعني؟ برضو هذا الشيء ساعدني في التخصصات الدقيقة لطب الاسنان، انا جدا مهتمة بتجميل الاسنان. فإلى من الان يعني يجوني مرضى اكون مثلا ما تكلمت او شيء انه حابين تسوين تجملين اسناننا، مع ان انا لسه ما عندي الفرصه لهذا الشيء الا لما اتخصص تخصص دقيق. فلما اشوف اشخاص زي كذا للامانه اكيد يدعموني ابد، راح يسعدني. اكيد أكثر كلنا ندعمك، يعني فنانه موهوبه حقيقيه. لكن طبعا اليوم الوطني على الابواب طبعاً. هل في حاجه مميزه محضرتها لليوم الوطني؟ رسمه أنا لوحه عندي مميزه؟ فكرة جدا، لكن ان شاء الله تجيني الفرصه اني اعرضها اليوم الوطني، تكون مفاجاه للكل باذن الله. أكيد حتعرضيها لنا إحنا أول ناس. أكيد لازم ضروري. لازم. يعطيك العافية مدى القحطاني، دكتورة وفنانة مدى، شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا.